السلام عليكم. مع زيادة وسائل المواصلات بتزيد الأخطاء والمشاكل المرورية، عشان كده الدولة مع أي مشكلة جديدة بيطبق لها قانون أو مخالفة، واللي بيتجاوز المخالفة أو القانون ده بيدفع غرامة كبيرة علشان ما يكررش الغلط ده تاني. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن آخر تحديث لكل المخالفات المرورية وأسعار الحد الأدنى والأقصى للغرامة. أولا كده لازم نعرف مع بعض إن في مخالفات بتخلص بالتصالح الفوري، ودي بيسمح فيها دفع نص غرامة الحد الأدنى خلال 3 أيام من سحب الرخصة، وفي مخالفات ما ينفعش فيها التصالح الفوري وبيتم إنهاء إجراءاتها والورق بتاعها عن طريق نيابة المرور. يعني لو الرخصة اتسحبت منك لازم تسأل الضابط الأول عن المخالفة هي تنفع للتصالح الفوري ولا لأ. وهنبدأ مع بعض بالمخالفات اللي بيسمح ليها بالتصالح الفوري. أول حاجة عندنا عدم اتباع إشارات المرور، ودي الحد الأدنى للغرامة من 500 جنيه والحد الأقصى 1000 جنيه، وطبعا في حالة التصالح الفوري بيسمح إن أنت تدفع نص قيمة الحد الأدنى للغرامة اللي هو 250 جنيه زي ما اتفقنا خلال 3 أيام من سحب الرخصة. عدم اتباع علامات المرور، ودي بتبقى من 500 ل 1000 جنيه، وبرضه عند التصالح الفوري خلال 3 أيام من سحب الرخصة تدفع 250 جنيه. عدم اتباع تعليمات رجل المرور من 500 ل 1000، وعند التصالح 250. تعطيل حركة المرور للسير بأقل من السرعة المقررة، ودي بتبقى من 100 جنيه ل 300 جنيه، وعند التصالح الفوري خلال 3 أيام بتبقى 50 جنيه. تجاوز السرعة المقررة من 300 جنيه ل 1500 جنيه، وعند التصالح بتبقى 150 جنيه. ركن العربية في المكان الغلط ونتج عنها تعطيل لحركة المرور، دي من 200 جنيه ل 2000 جنيه، وعند التصالح 100 جنيه. التسبب في تعطيل حركة المرور من 500 جنيه ل 2000 جنيه، وعند التصالح 250 جنيه. استعمال السيارة في غير الغرض المباين بالرخصة من 100 جنيه ل 300 جنيه، وعند التصالح 50 جنيه. قيادة السيارة بدون حزام أمان من 100 جنيه ل 300 جنيه، وعند التصالح 50 جنيه. عدم تثبيت حزام الأمان للراكب اللي جنب السايق من 100 جنيه ل 300 جنيه، وعند التصالح برضه 50 جنيه. استخدام التليفون أثناء القيادة من 100 ل 300، و50 جنيه عند التصالح. تعمد السير ببطء على الكوبري من 100 جنيه ل 1000 جنيه، وعند التصالح 50 جنيه. صدور أصوات مزعجة من السيارة زي مثلا تركيب شكمان صوته عالي أو ساوند سيستم صوته عالي، بتبقى الغرامة بتاعتها من 500 جنيه ل 1500 جنيه، وعند التصالح 250 جنيه. عدم صلاحية أو وجود طفاية حريق من 100 جنيه ل 300 جنيه، وعند التصالح 50 جنيه. كلاكس بدون مبرر من 100 جنيه ل 1000 جنيه و50 جنيه عند التصالح. انبعاث رائحة كريهة من السيارة زي عربيات الفراخ وعربيات اللي هي بتحمل الجلود بتاعة المواشي لما تتذبح في العيد وكده، من 500 جنيه ل 1500 جنيه و250 جنيه عند التصالح. نيجي بقى هنا الأكبر مخالفة عندنا، وهي نقل سلعة محظور تداولها من 20000 جنيه ل 50000 جنيه، وعند التصالح ب 10000 جنيه بس. السواقة برخصة مش مسموح بيها من 1000 جنيه ل 2000 جنيه و500 جنيه عند التصالح. عدم إحكام تسليب الحمولة من 500 جنيه ل 1500 جنيه و250 عند التصالح. عدم تغطية الحمولة من 500 ل 1500 و250 عند التصالح. إنهاء إيصال صاحب الرخصة من 1000 جنيه ل 2000 جنيه و500 جنيه عند التصالح الفوري. إنهاء رخصة القيادة من 1000 ل 2000 و500 عند التصالح. السماح بوجود أشخاص بالأماكن المخصصة للحمولة بتبدأ من 100 جنيه ل 300 جنيه و50 جنيه عند التصالح. الفاميه بيبدأ من 100 ل 500. نيجي بقى للمخالفات اللي ما بيسمحش فيها للتصالح الفوري، ودي اللي بيخلص إجراءاتها من نيابة المرور أو وحدات المرور الخاصة بالرخصة بتاعتك. مخالفة التوك توك لخط السير، يعني لما توك توك يطلع على طريق بيبدأ من 500 جنيه غرامة ل 1000 جنيه، وإنهاء الإجراءات بتاعتها من نيابة المرور أو المرور المختص بالرخصة. استخدام التوك توك في نقل غير الأشخاص من 500 ل 1000 جنيه. تعمد السير عكس الاتجاه من 1000 ل 3000 جنيه. الامتناع عن نقل الركاب من 300 جنيه ل 1500 جنيه. عدم تشغيل العداد من 300 ل 1500 جنيه. تحصيل أجر أكتر من المقرر من 300 ل 1500 جنيه. تحميل ركاب زيادة من 300 ل 1500 جنيه. التحميل خارج الموقف من 300 ل 1500
عدم تركيب اللوحات المعدنية من 300 جنيه ل 1500 جنيه، القيادة تحت تأثير المخدرات أو الخمور من 1000 جنيه ل 3000 جنيه، عدم صلاحية الفرامل من 300 جنيه ل 1500 جنيه، عدم تركيب جهاز تسجيل البيانات من 1500 جنيه ل 3000 جنيه، عدم تركيب جهاز محدد السرعة من 1500 جنيه ل 3000 جنيه، القيادة بدون رخصة من 1000 جنيه ل 2000 جنيه، تركيب أجهزة تنبيه مخالفة للقانون زي سرينة البوليس من 500 جنيه ل 1000 جنيه، تركيب مصابيح مخالفة للقانون من 500 ل 1000 جنيه، تعمد تعطيل حركة المرور من 300 جنيه ل 1500 جنيه، استخدام أكتر من رخصة قيادة من 1000 جنيه ل 5000 جنيه، استخراج رخصة قيادة بدلا من الرخصة المسحوبة من 1000 جنيه ل 5000 جنيه، اعتداء قائد السيارة على رجل المرور من 300 جنيه ل 1500 جنيه، عدم الإبلاغ عن الحادث اللي نجم عنه إصابات من 500 جنيه ل 1000 جنيه. وكده هنكون خلصنا المخالفات كلها، وإن شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم عن إشارات المرور والعلامات اللي بنلاقيها في الطريق وإحنا ماشيين. ولو الفيديو كان حلو وعجبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك، ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. سلام عليكم.